حديث اختصام الملأ الأعلى كل طرقه فيها علل، وكثير من حديث من طرقه يرجع بعضها إلى بعض. حديث اختصام الملأ الأعلى الذي هو أتاني ربي الليلة في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري ما الكفارات؟ قلت الله أعلم، فوضع يده بين ثديي حتى أحسست ببردها في ظهري، الحديث إلى آخره. ثم قال ما الكفارات؟ فقلت اسبغ الوضوء على المكروهات إلى آخره. الحديث وكل طرقه فيها علة.